السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الإعلامي والحديث عن الجاهزية لاستقبال صيف 2024. نتحدث هنا عن الجانب الفني لجاهزية شبكة الكهرباء لشركتي نماء لتوزيع الكهرباء وشركة نماء لخدمات ضفار. نسبة التحميل 66%، بمعنى نوضح ونؤكد أنه في جاهزية لأي أحمال قادمة خلال هذا الصيف أو حتى العام القادم. 66% معنى عندنا سعة وقدرة استيعابية لزيادة أو لتحميل أكثر على الشبكة الكهربائية. خلال العام الماضي 2023 وهذا العام تم تشغيل محطات رئيسية وعددها 10 محطات رئيسية، وهذه المحطات غالبا تغطي جزء كبير من أو شريحة كبيرة من المشتركين، لأنها محطات رئيسية يعني ليست محولات صغيرة، بين محطات كبيرة تصل إلى فوق 20,000 يعني KVA للتحميل على شبكة كهربائية. الفرق الطوارئ جاهزة 24 ساعة لأي مشكلة، أي عطل، أي استفسار، في فرق جاهزة لكل مناطق تغطي الاحتياجات والاستفسارات وحل أي مشكلة كونها مشكلة بسيطة أو أنها مشكلة كبيرة. فمعنا أكثر من 240 فريق طوارئ وصيانة موزعين على السلطنة. الشبكة الكهربائية يتم في جميع المناطق والخطوط يتم يعني تحكم بها عن طريق نظام أو عن طريق فريق كنترول سنتر معنا. والكنترول سنتر أو مركز التحكم هم يتابعوا بشكل مستمر وضع الشبكة، في حال حدوث أي عطل على الشبكة مباشرة يظهر لهم أن في عطل، وبالتالي يتم التعامل معه والتواصل مع المهندسين لترجيع التيار الكهربائي. أول مشروع مشروع محطة المروج. طبعا محطة المروج الاسم اخترنا هذا الاسم لأنها بكل بساطة بجانب مسرح المروج، واللي راح ظفار في الخريف مسرح المروج موجود في سهل إتين. عملنا هذه المحطة الهدف منها توفير الكهرباء لجميع الفعاليات في سهل إتين القائمة وأيضا الفعاليات المستقبلية. فهذا المشروع اللي هي مشروع محطة المروج انتهينا منه مؤخرا وقمنا بتدشينه. إحدى المشاريع المهمة أيضا مشروع محطة صحنوت، وأيضا زوار خريف ظفار يعرفون أنه محطة صحنوت من أو منطقة صحنوت من أكثر المناطق سكن للسياح. عملنا مشروع جديد هناك، محطة توزيع رئيسية هدفها مواكبة الطلب المتزايد في هذه المنطقة. إذا طلعنا برا مدينة صلالة في منطقة النقد عملنا أيضا مشروع آخر، توصيل جميع الشبكة الرئيسية ونقلها من محطات التوليد بالديزل إلى محطات النقل الرئيسية. طبعا هذا مشروع مهم للأمن الغذائي في في مناطق النقد. يسرنا في شركة نماء لتزويد الكهرباء تدشين خدمة الدفع الثابت ثابت. الخدمة تتيح للمشتركين بدفع مبلغ ثابت طوال السنة بغض النظر عن الاستهلاك الفعلي، وهذه الخدمة راح تيسر على المشتركين لأن في هناك تفاوت في الاستهلاك خلال أشهر السنة. هذه الخدمة نطلقها اليوم إن شاء الله بعون الله، وأيضا ما في هناك أي شروط للاشتراك في هذه الخدمة. ربما يستفسر البعض أيضا هل فارق الاستهلاك في نهاية السنة راح يتم دفعه مرة واحدة؟ لا، هناك مرونة وتيسير في هذا بحيث أن الفارق راح يضاف في القسط في السنة التالية إذا حب المشترك تجديد هذه الخدمة، وأيضا إذا كان الاستهلاك أقل أيضا الفارق راح يخصم من القسط في السنة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلام عن مشروع العدادات الذكية بدأ يمكن قبل كم سنة بمشروع تقريبي في حدود 300,000 عداد. بعد تركيب هذا المشروع التقريبي وثبات نجاحه توجهت شركة نماء القابضة على تركيب هذا العدادات لكل المشتركين، وفي مجموعة 1.5 مليون تقريبا عداد. المستهدف يعني أو وضعنا الحالي تقريبا تم تركيب ما قرابة 735,000 عداد اللي هي نسبة 50%. لنهاية السنة نتأمل أن نوصل 80%، وعلى منتصف السنة القادمة إن شاء الله يكون خلصنا تركيب العدالة الذكية. طبعا العدالة الذكية بتضيف أشياء كثيرة للمشترك بحيث أنه بيقدر يتحكم باستهلاكه، ويقدر نفس الشيء يغير بين الدفع المسبق والدفع الآجل،
يقدر يشوف نمط استهلاكه في الصيف ونمط استهلاكه في الشتاء، ممكن أن حتى يكون في تحاور مباشر عن طريق الابليكيشن بين المشترك وبين العداد، القراءات تصير فوريه، القراءات تصير باكثر تفصيل. هذه بتحسن بشكل عام من معرفه الاستهلاك، ونفس الشيء بتحسن من سلوكيات الاستهلاك بشكل عام، فلذلك المشترك بيستفيد استفاده كبيره. وطبعا هذه الاستفاده بتنعكس بشكل مباشر على الشركات، بحيث ان الشركات بتقدر تعرف نمط الاستهلاك للمواطنين، بتحسن في طريقه تخطيط الشبكه، ونفس الشيء بتقدر تتعرف حتى على الانقطاعات بدون ان المشترك يتصل ويشتكي، فبنكون احنا واصلين ان شاء الله حال المشترك حتى قبل ان هو يرفع التليفون يكلمنا. بالنسبة لاستعدادات الشبكة الكهربائية خلال الفترة الماضية، كان هناك العديد من المشاريع التنموية للجاهزية لاستقبال عام 2024 من خلال عدة محاور، من أهم المحاور هو تنفيذ العديد من المشاريع ما يصل قيمته إلى 89 مليون ريال عماني للعمل والوصول إلى استقرار الشبكة الكهربائية، وأيضا من أهم المشاريع أيضا الإعداد والتجهيز في فرق الطوارئ والصيانة، معنا أكثر من 240 فريق طوارئ وصيانة متوزعين على محافظات السلطنة، كذلك الاهتمام بالتأكيد على مراكز التحكم ومراكز التواصل، وأيضا التأكيد على التجهيز للمولدات الاحتياطية التي يتم الاستفادة منها في حالة وقوع أو حدوث انقطاعات في الشبكة الكهربائية.